عقدت محافظة دمشق حفلة تكريم للمتفوقين بالشهادتين الإعدادية والثانوية من أبناء وبنات شهداء وجرح الجيش العربي السوري، بالإضافة للمتميزين من لاعبي ولاعبات نادي المحافظة على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون. تكريم لأبناء وبنات الشهداء يلي هن أبناء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. بالحقيقة أولادنا بمدارس أبناء وبنات الشهداء تعبوا كتير، بذلوا مجهود كثير وكبير كتير لحتى قدروا يتفوقوا مثل ما شفتوهم اليوم عم يتكرموا بدار الأوبرا. بالحقيقة هذا بيعطي الانطباع الكبير لأبنائنا، يا أبنائنا مو بس أبناء وبنات الشهداء، أبناء الوطن، أبناء سوريا كلهم، لحتى يبذلوا مزيد من الجهد، مزيد من الاجتهاد حتى يستطيعوا يبنوا سوريا، يعمروا سوريا. الحفل تنوع بين عروض مسرحية من وحي أبناء الشهداء وغنائية لسوريا، ضمن حضور لشخصيات رسمية وجماهيرية. أنا بلشت بعمر كتير صغير بلعبة البيمبون، واجهت كتير صعوبات خلال تجربتي باللعبة، وأكيد وتعبت كتير، وبعد كل هالتعب لقيت نجاحي ولقيت هدفي. تكريم اليوم كان كتير مهم لجرحى زملائنا ولأبناء الشهداء، إنه بيرفع شوي من معنوياتهم، بيحفزهم شوي على الحياة، وإن شاء الله مكفاين. نحن خسرنا آبائنا، بس بالنهاية بيضنا وجوهن بالمجموع بالدراسة، بدراستنا، بتفوقنا. تم تكريمي من المتفوقين بمعدل 86% بالشهادة الثانوية لعبة نادي المحافظة، وكتير بيعني لي هذا الشيء وهذا التكريم، وأنا بقدمه لبلدي سوريا، وبظل الحرب اللي صارت والأزمة لسه في متفوقين. هذا التفوق والتميز من أبناء وبنات الشهداء وجرحى جيشنا الباسل ما هو إلا دليل عزيمة وأصرار لتحقيق النجاح وإكمال مسيرة آبائهم في رسم درب النصر بكل المجالات.